أنا وفيلي. هذا رومبا بضربة قدم صاروخية. كرز مشهور بضربات الرأس البارعة. هيا. يا جذع يا العجوز. آسف فكري. هذا ليس مضحكاً. لا أضحك عليك، إنه كرز. انظر إلى ظله يا فكري. لديه رأسان. هذا لا شيء، انظر إلى هذا. كوكو كوكو. عذراً بينون. لا بأس. ما هذه؟ دمى ورقية صنعتها مفاجأة لروزي. أترى؟ هذه أنا وهذه روزي يداً بيد. سوف تعجبها كثيراً. أتمنى ذلك. علي تعليقها قبل أن تترك بيت اللعب. وداعاً. حصان. المزيد. هذه من أجلك أرنب. هذا لا يشبهني. بل يشبه. أهلا يا حبات البلوط، انظروا إلى هذا. لا 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 لا. فلت قافز. حسنا، هذا رائع جدا يا كرز. أنا مشهور بضربات الرأس وبألعاب الظل أيضا. يجب أن أكون هادئة. أتمنى أن تعجب روزي. والآن طائر. يجب أن يبدو المنقار هكذا. منقاري أجمل بكثير، شكله متميز. أما جناحاي فهم. سأريك جناحاي. مرحبا بكم كرز. ماذا تفعل؟ يصنع أشكالا بالظلال. فاتتك رؤيتها يا روزي. اصنع لي شكلا أرجو. أنا محبوب للغاية اليوم. حسنا، تعالوا في الظهيرة وسأقدم عرضا متميزا لكم. مرحبا لي. أهلا روزي، هل رأيت مفاجأة هذا الصباح يا ترى؟ أجل، كرز سيقدم عرضاً للظلال على تل فكري. صحيح؟ هل من مفاجآت أخرى؟ أجل، أنا وأنت سنعد عصير التوت والكعكة لكل من سيحضر العرض. حسناً. ماذا بك؟ تحبين صنع الأشياء لأجل الآخرين؟ نعم، أعرف. هل أنت بخير يا لين؟ أنا بخير. فلنبدأ على الفور. أخبريني يا بطة، من لديه أجمل منقار؟ يقصد الأكثر أناقة ورقياً. وأفضل جناحين. أكثر جناحين متألقين. قولي الحقيقة، أنا لن أنزعج. سأقول الحقيقة، أنتما متشابهان تماماً. ماذا تقولين؟ لم نأتي إلى هنا لتخدعينا. الجميع يعرف أنني ليس لي مثيل. سوف يحب الجميع هذا الكعك جداً. أرجو هذا. لين، متأكدة أنك بخير؟ أجل، من الأفضل أن نسرع. أسرعوا يا رفاق، أسرعوا وإلا سيفوتكم العرض الأكبر والأكثر إبهاراً في العالم. لقد جئنا. أنا هنا، يمكنك أن تبدأ. مستعدون لعرض مذهل لن يتكرر.
الشكل الذي تصنعه. اصمتي يا بطة، فهو لم يبدأ بعد. هل كل شيء على ما يرام؟ لا فائدة، لا أستطيع التركيز. لماذا؟ بسبب فكري، يهز أوراقه ويشتتني. سأبحث عن مكان آخر. لكن سأهزها بشكل أهدأ، هذا وعد. كرز، حسناً، هذا المكان مناسب. مستعدون؟ أجل! هيا! كلا، هذا لا ينفع. لا أجد المكان المناسب. انتظروني هنا. كرز، ماذا بك؟ لا أستطيع تقديم عرضي. في الصباح كنت أصنع ظلالاً كبيرة، والآن انظري، فقدت ظلالي. أنا ليس لي ظل أيضاً. هذا لأن الشمس اختبأت وراء السحب ليس أكثر. الظلال تظهر فقط حين تسطع الشمس. إن لم أقدم العرض فسيسخرون مني. حسناً، ربما هناك شيء آخر يمكننا فعله. مثل ماذا؟ نبعد السحاب؟ عليك التفكير في شيء بسرعة، فالجميع في انتظار العرض. أستطيع المساعدة يا روزي؟ لا أعتقد هذا يا بينون. لا أحد يبدو سعيداً اليوم. ولا حتى أنت، ولكنك تلقيت مفاجأة جميلة في الصباح. أية مفاجأة؟ التي صنعتها لين. أين تذهبين؟ علي العثور على لين. ما قصة الهدية المفاجئة يا لين؟ كان عليك أن تخبريني إن لم تعجبك يا روزي. لكن ماذا كانت الهدية؟ لين، روزي، أهذه لكما؟ الدمى، كيف أتت هنا؟ هل صنعتي هذه لأجلي؟ تركتها عند بيت اللعب، ويبدو أنها طارت. أتروق لك؟ كثيراً، شكراً جزيلاً لك. شكراً أرزة. الريح تحمل هدايا كثيرة، وأفضلها ما تأتي فجأة. لين، عليك صنع المزيد من هذه. الليلة سوف نمنح جميع الأصدقاء مفاجأة. الضوء جيد. أصابع جيد. طيور هيا كلاكما. جيد. ومعنا الدمى الورقية، فليبدأ العرض. مساعدتك لي يا روزي. لم أكن لأفعل لولا لين. انظروا جميعا، أفعل هذا، أترون؟ روزي. نعم يا رومبا. أين يذهب الظل في الليل يا روزي؟ يخلد للنوم يا رومبا. تصبح على خير. لكن ظلي يريد اللعب. لماذا يا روزي؟ لم أطفئه، لقد أطفأه ظلي.